الزوار الأجانب يعاودون الظهور في المواقع السياحية في أنحاء القطر المصري تأكيدا على إحصاءات تبين أن صناعة السياحة في أرض الكنانة الدعامة الأساسية للاقتصاد المتعثر قد شهدت انتعاشا متواضعا وكعلامة بينة على أن الصورة الاقتصادية الأوسع في البلاد قد تحسنت. المصريون يشعرون بالسعادة لعودة الحركة إلى النشاط السياحي وفق هذين المواطنين. من قبل الثورة كان شغل أحسن من كده. الثورة الأربع سنين بتوع الثورة الجو فيهم واقف خالص. أقول لحضرتك ليه؟ البلد ذات نفسها وقفت كلها، حركة البلد كلها وقفت ذات نفسها. والأجانب عندنا بتطمئن معانا، يسيبوا شنطها ويسيبوا فلوسها يجوا يطلعوا ويطلعوا الجزيرة ويجلقوها زي ما هي. معدل توافد السياح الأجانب إلى مصر ارتفع بما يقرب من 70% في الربع الثالث من 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في أيلول سبتمبر الماضي قفز معدل السياح بنسبة 193% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013.